ذكر حجاج بيت المقدس خبر وفاة المحدث أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان النسائي. كان قاضياً حافظاً، وهو أحد أصحاب الكتب الستة في الحديث. أصله من نسا بخراسان، جال في البلاد واستوطن مصر، ثم خرج إلى الرملة بفلسطين، ووقع خلاف بينه وبين بعض الموجودين في المسجد فضربوه وأخرج عليلة، فمات عن عمر ناهز 85 عاما ودفن ببيت المقدس. من كتبه السنن الكبرى في الحديث، والمجتبى، والضعفاء والمتركون، في رجال الحديث وغيرها.